السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ حصتي اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والتوكل على الله، لا إله إلا الله، محمدا رسول الله. أعزائي الطلاب، الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة السمع. الله تعالى أنعم علينا بحواس خمس، فيجب علينا أن نستغلها في طاعته وفي رفعته وفي عظمته وفي قدرته والعظام وفي علمنا ودراستنا. فيجب علينا أن نقول ليلا نهارا الحمد لله الذي وهب لنا هذا، من أجل أن نقدسه ونؤمن به ونقدره ونؤجل. نبدأ حصتنا اليوم يا طلاب الأعزاء بدرس زايد والتاريخ، وأهم ما يجب أن نتعرف عليه أهم مفردات الدرس، وأن يميز الطالب تلقيب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بفارس التضامن العربي. وأيضا يجب على الطالب أن يقدر إسهامات الشيخ زايد فارس التضامن العربي وما تركه من أثر في نفوذ دول العالم بأكمله. طبعا أهم عناوين درسنا اليوم، أيضا يجب علينا أن نتعرف على مفردات الدرس التي هي مهمة في درسنا لهذا اليوم. أول هذه المفردات التضامن، وثانيها التعاون، وبعدها الموارد البشرية، الوحدة، والشعور بالأهمية. هي أعظم الأشياء التي يجب على الإنسان أن يكون على علم ودراية فيها. وأيضا بالنسبة لدرسنا اليوم فهي مهمة جدا ويجب علينا أن نتعرف عليها. طبعا احنا يجب ان نتعرف على هذه المفردات بالاول. التضامن العربي ويقصد به او التضامن هو عملية الانسجام والوحدة والترابط والتداخل واستقرار الدولة الداخلي والخارجي. التعاون ويقصد به التعاون بشكل مجموعات متكاملة متكاتفة يد واحدة في المهام في الاعمال في ابداء الاراء وكل هذا. طبعا طلاب الأعزاء، لقب الشيخ زايد بفارس التضامن العربي وذلك لعدة أسباب. أولا إنشائه لمجلس التعاون الخليجي الذي قام في عام 1981. ثانيا تحرير الكويت ضد الغزو العراقي، مساندة سوريا ومصر، وقطع البترول عن الدولة الإسرائيلية التي كانت ضد دولة فلسطين أو القضية الفلسطينية. طبعا طلابي، إن الثروة الحقيقية من أهم ما قاله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إن الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة من المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب. طبعا الشيخ زايد يقصد من هذه المقولة أو قصد من هذه المقولة أن الثروة الحقيقية هي بناء أفراد ورجال وشخصيات قوية تعمل على رفعة هذا الوطن والنهوض به والارتقاء به والتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن، وليس المال هو الكنز بل هو أساس لتسخير ولتحقيق ما يرغبه الإنسان في عمله. أعزائي الطلاب، إنسانية زايد الخير، وعرفنا أن السنة السابقة تم تسجيل هذا العام باسم عام زايد اللي هو عام الخير.
لقد وسع الشيخ زايد جهوده في النزاعات أو في حل النزاعات لتشمل الدول العربية والإسلامية والدولية. يعني أن الشيخ زايد لم يقتصر على المجال المحلي للدولة، بل توسع، أصبحت مساعداته وتبرعاته وإنسانيته تصل إلى جميع الدول العربية والدول العالمية والإسلامية. أعزائي الطلاب، وفي نهاية درس اليوم أتمنى من الجميع التوفيق، ولكن قبل أن نغلق هذه الحصة يجب علينا أن نتعرف من أهم القيم الإنسانية للشيخ زايد، الأخلاقيات التي تحلى بها الشيخ زايد والقيم. أولا، تحلى الشيخ زايد بأخلاقيات عديدة، لكن أنا أعطيتكم بعض منها، وأهمها التسامح، الكرم، التعاون، وتقديم المساعدة، وإلى آخر، في قيم كثيرة اقتدى بها الشيخ زايد ويجب علينا أن نقتدي به ونطبقها في حياتنا اليومية. طبعا طلابي، أنتهي من هذه الحصة متمنية من الجميع التوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعداد المعلمة ناريمان فاروق، مدرسة مادة الاجتماعيات، وأتمنى لكم التوفيق في حصص لاحقة.